أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيفنا الجناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا. في هذه الحلقة أعزائي سنستطرد معكم في الأسئلة والاعتراضات والتعليقات التي تردنا، وسنكمل أيضا عن موضوع كنا طرقناه فيما قبل عن ألوهية أو بنوة المسيح. جناب القمص، هناك سؤال يذكر أنه في سفر الملوك الثاني الإصحاح الثامن عدد 26 أنه ذكر عن أخزية الملك أنه كان ابن 22 سنة، وفي سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح 22 آية 2 تقول أنه كان ابن 42 سنة. فيبدو أنه هناك تناقض في هذه الآيات، فماذا ترد على هذا السؤال؟ بالتأكيد طبعا الإنسان اللي بيقرأ حيلاقي أن دي 22 ودي 42، فيقولك دي أعداد، يعني ما فيش بقى مفر، فلازم واحدة من الاثنين صح والتاني غلط. وعموما يبقى في تناقض، لكن طبعا الدراسة المتأنية المتعمقة بتثبت عكس هذا الكلام تماما. لأن على فكرة، يعني لو أن الكتاب المقدس محرف كان من السهل جدا أنهم يصلحوا الحاجات دي اللي هي تبدو أنها متعارضة ومتناقضة. نعم، يعني محدش فتك يعني يقدر يفهمها ويصلح الحتة دي لو كان في تحريف وإمكانية تبديل وتغيير. نعم، لكن لا، موجودة عشان خاطر تثبت أن رغم هذا التناقض الظاهري لكنها تثبت صحة الكتاب المقدس. طب إزاي بقى؟ تعال نرى. تفضل. في السنة الثانية عشر ليهورام، في السنة الثانية عشرة ليهورام ابن أخاب ملك إسرائيل ملك أخزية ابن يهورام ملك يهوذا. كان أخزية ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم. نعم. واسم أمه عثليا بنت عمري ملك إسرائيل. ده يبقى موجود هنا في ملوك الثاني صح 8 عدد 26 26 22 سنة. نعم. طيب نشوف بقى ايه اخبار الايام الثاني. نعم. اصحاح 22 ومن ايه 2. كان أخزيا ابن 42 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم، واسم أمي عسليا بنت عمري، وهو أيضا سلك في طريق أخب بيت أخب. وبعدين يقول لك كده لأن أمه كانت تشير عليه بفعل الشر، لأن أمه كانت تشير عليه بفعل الشر، يعني هي اللي كانت ايه متصدرة القضية كلها. طيب الحقيقة فين؟ نعرف الحقيقة الأول. الحقيقة ان عمر أخزية كان 22 سنة. ده ثابت. ليه؟ لأن أبوه اللي اسمه يهورام كان عمره حين ملك 32 سنة، وملك 8 سنوات. الكلام ده موجود في الملوك الثاني صح 8 وعدد 17. يبقى كان عنده 42 سنة 32 سنة وملك 8، فيكون مجمل عمر أبوه 40 سنة. فمش ممكن يكون ابنه عنده 42 سنة. فإذا ابنه عنده 22 سنة. ده السن الحقيقي. نعم. واضح؟ طب أمال إزاي جابوا بقى 42 سنة في أخبار أيام تاني؟ ويبقى ده غلط بقى. ده بتزود المشكلة تعقيد. هذا ما يبدو. نعم. هذا ما يبدو. لكن بص معي، لاحظ إنه يقول إنه لم يقل كان عمره، بل كان أنه قال أنه ابن 42 سنة، ورغم أنه مكتوب في حاشية الكتاب المقدس تحت عبارة قابل 20 التي تعني أنها قرأت 20 بدلا من 40، إلا أن المفسرين يقولون عن ذكر الكتاب المقدس أنه كان ابن 42 سنة بمعنى بلاغي مجازي. ليه بقى؟ لأن يقول لك أمه كانت هي اللي بتحكم،
وهي اللي بتأمر عليه وتشير عليه لأن أمه كانت تشير عليه وكانت مالكة على الأرض. في أخبار أيام إصحاح 22 آية 12 وكانت مالكة على الأرض. يبقى مين اللي كان ملك الفعلي؟ الأم. لكن الولد كان شخشيخة في إيدها مش ملك فعلي. فسفر الملوك الثاني قال على المالك، الملك اللي هو اسميا بيملك ابن 22 سنة. لكن هنا ابتدى السفر في أخبار أيام تاني يشير بكناية وتورية إلى أن مش هو اللي كان مالك، هو كان ابن 22 سنة لكن الملك الحقيقي كانت أمه وكان عندها 42 سنة. إذن هذا السن هو سن الأم وليس سن سن الأم، والكناية قائمة لأن يقول لك كده في الكتاب لأن أمه كانت تشير عليه وكانت مالكة في الأرض. كلمة مالكة دي هي المغزى بتاع الموضوع كله، فعمل تورية على المالك الحقيقي هو الأم. أخذ بحضرتك نقطة تانية وهي أن أنا عايز أقوله أن أصحاب الاعتراض، وطبعا ده اللي أثاره برضو أحمد ديدات، عايز أقول له إيه رأيك في المقابلة دي البسيطة يعني عشان يحلها. هو الله يرحمه بقى في سورة السجدة آية 5 يقول كده يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يوم مقداره كم؟ 1000 سنة. 1000 سنة. الإمام النسفي بيفسر ذلك في الجزء الثالث صفحة 417 بأنه يوم القيامة. 1000 سنة مما تعدون بالعدد بتاعكم. وفي سورة المعارج آية 4 يقول في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ويفسر الإمام النسفي أيضا هذا الكلام في الجزء الرابع صفحة 426 يقول إنه يوم القيامة. طب يوم القيامة 1000 ولا 50,000؟ معنى كلامك أن الله يستخدم تعبيرات مجازية قد لا نفهمها نحن البشر. ده هنا ده هنا الله بيستخدم كده. لكن هنا الخطأ الموجود انه 1000 ولا 50,000 دي مشكلة. كان المفروض ان احمد ديدات قبل ما ينتقد حاجات بالشكل ده يرجع اولا ويدي تفسيرات للاختلافات الموجودة في القرآن بين الايام دي. مثال تاني بخصوص ايام الخلق. في سورة يونس آية 3 يقول إن ربكم خلق السماوات والأرض في 6 أيام. وده بيتفق مع الكتاب المقدس. في كام؟ 6 أيام. بعدين ورد في سورة الأعراف آية 54 وسورة هود آية 7 وسورة الفرقان آية 59 وسورة السجدة آية 4 وسورة قاف آية 38 وسورة الحديد آية 4. شوف كم آية كم سورة الأعراف، هود، الفرقان، السجدة، قاف، الحديد. الكلام ده جه فيه إنها كام يوم؟ 6 أيام. ولكن في سورة فصلت من آية 9 ل 12 نحسب أيام الخلق بقى. إن الأرض والسماوات خلقت في 8 أيام. يفبه قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وقدر فيها أوقاتها في 4 أيام. يبقى يومين وأربعة، 6. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين. فيكون مجمل الأيام الخلق كم؟
اتنين واربعة واتنين تمانية. يمكن احنا بنقول كده بنتجنى، لا احنا ما بنفسرش. يعلق على هذا الامام النسفي في الجزء 4 صفحة 130 قائلا: خلق الله الارض في يومين، ثم قال: وقدر فيها اوقاتها في 4 ايام، ثم قال: فقضاهن 7 سماوات في يومين. الراجل بقى بيتكلم بيقول: فيكون خلاف قوله، خلاف قوله في 6 ايام في موضع اخر. وفي التوراة مكتوب 6 ايام. التوراة 6 ايام، نعم. وهنا 6 ولا 8؟ 6 في مكان و8 في مكان اخر. في مكان اخر، يعني كان بالاولى جدا احمد ديدات يفكر في الحاجات اللي عنده وما ينكش في الحاجات السليمة عشان يبرر الحاجات اللي موجودة عنده. واخبر حياتك رس. الواقع بقى ان المعترضين دايما بيتبعوا اسلوب لعب الكرة. ايه هو؟ ان خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. الهجوم عشان انت ما تطلوش، فبيروح لك انت عند ملعبك عشان يحمي نفسه، فيبتدوا بالاتهامات، نعم، والتشكيكات والافتراءات عشان يحمي نفسه، لكن بالعكس ده بيفتحوا على نفسهم فواتيح، بيفتحوا على نفسهم فواتيح. وعموما الكتاب المقدس، ودي نصيحة أقولها لكل من يقترب من الكتاب المقدس، الكتاب المقدس قال عنه بطرس الرسول أن فيه أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين لهلاك أنفسهم. رسالة بطرس الثانية صح 3 عدد 15 و16. فالإنسان غير الفاهم وغير العالم وغير الثابت بيحرف الكلام العسر الفهم لهلاك نفسه. فنصيحتي لأي معترض على الكتاب المقدس، ماذا تقصد لهلاك نفسه؟ هلاكه الأبدي، يعني هلاكه الأبدي، يعني بدل ما يخلص نفسه وينال حياة أبدية مرضية عند الله، فبيطعن نفسه، بيموت نفسه موت أبدي. مش كده؟ ونفسه غالية. فأنا يعني كل أمنيتي إن الإنسان قبل ما يتهجم على كلام ربنا يعمل إيه؟ يدرس. ويسأل. أهل الذكر. وإحنا مستعدين لكل إجابة. شكرا. في الواقع أنت تطرقت لموضوع التحريف، وهناك أحد الإخوة المسلمين في كتاب أولاد إسماعيل أيضا أقرأ مقتطف صغير يقول: باسل، أنت تؤمن أن الله قوي وقادر على كل شيء وجبار ولا مبدل لكلماته، فكيف سمح أن يحدث التحريف ليس فقط لكتاب واحد من كتبه بل لجميع كتبه ما عدا كتاب واحد؟ فسمح بتحريف التوراة الذي أنزله على موسى، وبعد ذلك سمح بتحريف الزبور أي المزامير الذي أنزله على داود، وبعد ذلك سمح بتحريف الإنجيل الذي أنزله على عيسى، وبعد 600 سنة تقريبا، 6 قرون متكاملة، أجيال ماتت وأجيال عاشت على الضلال وعلى تحريف الكتب المقدسة، أتى الله بكتاب لا يقول أحد أن يحرفه. فجأة أصبح الله قوي وجبار وغير مبدل لكلماته بعد كل هذا التاريخ الذي حرفت فيه كتبه وضل فيه عباده بني إسرائيل الذين فضلهم على العالمين، والقسيسين والرهبان الذين يتلون الكتاب ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كل هؤلاء ضلوا. فهل تتخيل معي إله لم يقدر أن يحفظ كتابه من التبديل والتغيير والتحريف، يقدر أن يحفظ عباده؟ لمزيد من القراءة أعزائي كتاب أولاد إسماعيل، فيه الكثير مثل هذه الأحاديث. أيضا لدينا سؤال آخر، ولو إحنا ذكرنا في الحلقة السابقة عن المسيح، تقولون أنتم المسيحيون أن المسيح ابن الله أو أنه الله،
كيف يعقل هذا؟ ألك رد على هذا التعليق؟ بالتأكيد احنا في حلقات سابقة اتكلمنا عن الموضوع ده بتوسع قوي، نعم، يمكن في 5 حلقات، نعم، لكن طبعا علشان خاطر وقت البرنامج ويمكن في بعض من المشاهدين ما سمعوش الحلقات القديمة، فندي المختصر المفيد. نعم. المفروض ان احنا نعرف ان المسيح طبيعة من طبيعتين. طبيعة جسدية زي بقية البشر. نعم. بس من غير خطية. نعم. طبيعة جسدية أخذها من العذراء مريم. ولد منها. فأخذ هذه الطبيعة. نعم. دي واحد. وطبيعة أخرى لاهوتية. الله ظهر في هذا الجسد أو هذا الإنسان. فيبقى المسيح زي ما قال الكتاب المقدس بالنص عنه عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد. نعم. الله ظهر في الجسد. ويعترض المعترضون ازاي ربنا سبحانه وتعالى يظهر في مادة، شيء مادي. نقول ان هذا ليس بغريب على قدرة الله وإمكانياته، ان الله قادر على كل شيء، على كل شيء، وهذا لا يتعارض مع العقل، بدليل أن في القرآن في سورة الأعراف يقول وتجلى ربك للجبل فجعله دكا وصار موسى صعقا. تجلى ربك للجبل، في إمكانية تجلي الله للجبل في الجبل، بس تجلى، وكانت النتيجة لتجليه إن الجبل الدك وموسى صعق، مش كده؟ نعم. لأن هيصعق زي موسى لو ما كانش يشوف. وطبعا المفسرين كلهم بيجملوا على إن الله تجلى على الجبل. حاجة تانية مادية، تجلى الله لموسى من وراء حجاب، والحجاب كان الشجرة. يقول كده في سورة القصص وسورة طه وصورة النمل. هل أتاك حديث موسى إذ آنس من جانب الطور نارا فقال لأهله أمكثوا إني آنست، يعني رأيت نارا، لعلي آتيكم بخبر منها أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى إني أنا الله رب العالمين. دي سورة القصص، نفس القصة اتقالت في سورة طه بس بتعبير تاني، لا إله إلا أنا. ونفس القصة اتقالت في سورة النمل بس بتعبير آخر، بورك من في النار ومن حولها. يبقى إذن الله تجلى، ويجمع المفسرون إن الله تجلى من وراء حجاب، وده اللي قرناه امبارح في موقع الأزهر، إن الوحي أحيانا يأتي من وراء حجاب كما حدث مع موسى وتكلم الله إليه من الشجرة. ده في موقع الأزهر. نعم. إذن إذا كان الله، ده السؤال، إذا كان الله يتجلى في حجر ويتجلى في شجر، نعم، أفيعتبر كفرا إن قلنا أنه يتجلى في بشر والبشر أرقى من الحجر والشجر؟ الله ظهر في جسد، عملية بسيطة فيهاش إطلاقا أي لخبطة، بس الإنسان اللي عايز يعترض بيعترض. نعم. الإنسان اللي مش عايز يفهم ما بيفهمش، وبيمسك حاجات بالشكل دي عشان خاطر. طيب، يبقى احنا هنا قلنا أن المسيح طبيعة جسدية عادية، نعم، يأكل ويشرب وينام، حل فيه طبيعة روحانية اللي هو الله نفسه، حل فيه لاهوت فأصبح طبيعة جديدة. وأنا في البرنامج اللي فات أتذكر أن أنا فجأة اكتشفت أن كان في جيبي ألمين، مش معايا دلوقتي، ألم أسود وألم أحمر. الألم الأسود ده رمز
للحديد للأباء القديسين قالوا إن تشبيه جميل. قالوا إزاي اللاهوت ظهر في الناسوت؟ الحديد أسود لما يتحط في النار بيطلع أحمر. الحديد ما ضاعش والنار ما تلاشتش. الحديد لم يصبح نارا والنار لم تصبح حديدا. فإذا ده نسميه حديد ولا نار؟ نسميه حديد محمى. نعم. ليه؟ لأن النار اتحدت بالحديد. فله فعل النار يحرق ويقدر يتحمل الطرق ونشكله لأنه حديد. فالمسيح كان زي التشبيه ده بالظبط، جسد بشري اتحد باللاهوت فأصبح الله المتجسد. في لكن العكس، الإنسان لا يستطيع أن يتغير أن يتألى. نعم. في حتة مهمة وهي أن يعني الله ظهر في الجسد. طيب ليه بنسميه بقى ابن الله وليه بنسميه الله؟ نعم. بنسميه ابن الله يعني الخارج من الله بالمعنى البلاغي، مجازيا، مجازيا ما خارج من الله. مش بالمعنى الحرفي، لأن المعنى الحرفي لكلمة ابن التزاوج، الزواج والخلفة. حاشا لله، حاشا لله أن هذا يحصل، لم يلد ولم يولد. فأنت تتفق مع هذا؟ ما بالتأكيد. نعم. لكن ابن لأنه خرج منه، زي ما نقول ابن مصر يعني الخارج من مصر، ابن النيل الخارج من ابن البادية الخارج من البادية اللي جاي منه. فالمسيح ابن الله بمعنى أنه الخارج من الله. طب بنسميه الله ليه؟ لأن الطبيعة الإلهية اللي فيه يبقى ده إله، والطبيعة الجسدية يبقى ابن إنسان أو ابن الله. الطبيعة اللاهوتية ابن الله من طبيعة الله، والطبيعة الناسوتية ابن إنسان من طبيعة الإنسان. وليس في هذا أي مشكلة، يعني عملية بسيطة. هو صعب على الإنسان أنه يتصور لما تقول الله الآب الله الابن، للعقل البشري غير شيء غير مقبول. ما تجيش كده الله الآب بالمنطق البشري، ما تجيش الله الله الآب زائد الله الابن زائد الله الروح القدس. لا، ده هو الله الواحد. آب وابن وروح قدس، الله الواحد. آب من حيث الوجود، ابن من حيث العقل، الروح القدس من حيث الحياة. يعني لما نقول الأستاذ محمد موجود، الأستاذ محمد عاقل، الأستاذ محمد حي، مش كده؟ فيبقى إذن أنا ما بقولش إيه، في واحد اسمه الأستاذ محمد موجود، وواحد اسمه الأستاذ محمد عاقل، وواحد اسمه الأستاذ محمد حي، ما تركبش. لكن محمد موجود وهو نفسه محمد عاقل، وهو نفسه محمد حي كجسد، يعني حي بالروح. واخد بحضرتك؟ نعم. فإذا بس هي الموضوع محتاج إلى الواحد يقول له يا رب أنا عايز أفهم العلاقة دي. لأن مهما اجتهد العقل البشري، هو إحنا بس بنبين الموضوع أنه مش ضد العقل، لكنه في الواقع يسمو عن العقل. أكيد. فمحتاج إلى إعلان من الله. الله هو الذي يعلن لنا. الروح يعلن كل شيء حتى أعماق الله. نعم. والقضية كلها ما هياش حساب جبر وحساب ومثلثات، لا، العملية كلها علاقة بالله، علاقة بالله. نعم. يحكي الله لي سره ويعرفني عن ذاته. فنحن بندعو إلى العلاقة مع الله، مش مجرد عقلانية الله، لأن أعقله. نعم. الله طب راح فين الحياة الأساسية، الهدف؟ فالهدف إن أنا بطلب من ربنا، أقول له يا رب أنا عايز أعبدك، عايز اعيش وياك، عايز اتمتع بيك، اعلن لي عن ذاتك. لطيف. وهنا الله بيعلم ويشرق بالنور في قلب الانسان. نعم. لانه بيقول لك كده، الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمه، هو الذي اشرق في قلوبنا لاناره معرفه مجد الله في وجه يسوع المسيح. احتياج البشر، احتياج البشر. نعم. انه يقول له يا رب عايز اوصل لك،
يا رب عايز أعرفك يا رب نور لي طريقي، نور قلبي، غير حياتي، اديني ان انا اكون في علاقة حبية معاك وشركة اتحادية وياك. فالله بيسمع سليم، قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. فياريت احبائنا المشاهدين اللي وجد صعوبة في تقبل هذا الامر رغم انه بالعقل كده والمنطق مظبوط، لكن لو يجد صعوبة لتقبله او هو يرغب في ذلك يتجه الى الله بقى. لان احنا عملنا اللي علينا، وصلنا الكلام للعقل، لكن عشان خاطر الموضوع ينزل للقلب محتاج الى عمل ربنا. هذا عمل الهي، عمل الهي نعم كامل. وانت تفضلت قلت ذكرت ايه، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، هو سر، سر ومش سهل علينا احنا نستوعب هذا الشيء. بس ما هوش ضد العقل، لان انا إن بلاحظ قوي ان واحد يقول لك لا ما هو ده لازم تقبلها كده، انت مش هتقدر تفهمها، اقبل الموضوع كده. بس ده ضد العقل. اقبله ازاي كده هو ضد عقلي؟ نعم. يقول لك لا ما لا تناقش. لا تناقش يا علي. مش كده؟ لا ناقش وافهم، بس لما تيجي لحته التلاحم وياها وتقبلها كده يبقى محتاجة إلى لمسة ربنا. شكرا جزيلا جناب القمص. أعزائي المشاهدين، نحن نتكلم عن الله، الله المحبة، المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا، ومتى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. شكرا لكم أعزائي المشاهدين. هذه المواضيع نحن نصلي أن الله يستخدمها كما تنير بصيرة الكثيرين. وإن كنت لم تفهم بعض ما ذكرنا أو بعض الأشياء التي ذكرت كانت قد تبدو جارحة أو مؤلمة، فنحن نصلي أيضا معك أن الله يستخدمها كما تأتي بثمر سماوي. شكرا أعزائي المشاهدين، واللقاء بكم في حلقة أخرى.